لم تدخر الدولة المصرية جهدا في تعزيز وترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك ونبذ كافة دعوات التعصب والكراهية بما يعزز من تماسك الهوية الوطنية المصرية، فاستندت رؤية الدولة المصرية وهي تدشن الجمهورية الجديدة على بناء مجتمع يرتكز على قاعدة صلبة من التعايش السلمي المشترك قوامها الحرص على دعم حقوق كافة المواطنين بدون أي تفرقة.